نروح لأخبار، نروح لآخر أخبار الصحف والمواقع محليا وعربيا وعالميا، ونشوف ماذا قالت الصحف المحلية والعربية والعالمية على مونديال الأندية. الموقع الرسمي للبايرن بيقول بايرن ميونخ يستعد لمواجهة الأهلي. الموقع الرسمي للفيفا ليفا ليفاندوفسكي بإمكاننا تحقيق أحد أعظم الإنجازات في التاريخ، وهنا يقصد 6 بطولات. أما الموقع الرسمي لنادي الأهلي موسيماني يلتقي هانز فليك في ملعب أحمد بن علي. أيضا الجهاز النادي الأهلي في المونديال، الجهاز الفني يتفقد ملعب مواجهة بايرن ميونخ. كيميتش: الأهلي هو بايرن ميونخ مصر ونريد تفادي المفاجآت. أما موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي: يمكننا مفاجأة بايرن، لديه نقاط ضعف ولا للمبالغة في احترامه. أيمن أشرف يتحدث عن الأهلي وبايرن وفيفا: من رحم المعاناة يولد الأمل. أيمن طبعا اللي بيقول. أما من اليوم السابع: رئيس بايرن ميونخ: تأخر وصول الطائرة لقطر سيكون دافعا إيجابيا للفريق. آخر حاجة معانا من في الجول: ميا سان ميا وجمهور داحماه لاعبوا الأهلي وبايرن ميونخ في تحدي قبل مواجهة المونديال. الفيديو اللي جبناه طبعا لحضراتكم، حضراتكم شفتوه، حاجة لطيفة جدا لما الكبار يتكلموا دايما بتلاقوا بحاجة حلوة بتحصل، وده اللي احنا شفناه في الفيديو السوشيال ميديا ما بين لاعبوا النادي الأهلي ولاعبوا بايرن ميونخ.